مرحبا بكم من جديد. عقد المبعوث الدولي لسوريا لقاءين منفصلين مع وفد النظام ووفد الرياض 2 الذي جدد تمسكه بالمرجعية الدولية للحل السياسي في سوريا. كما اشترط وفد الرياض 2 أن ترعى الأمم المتحدة مؤتمر سوتشي حتى يشارك فيه، فيما جدد وفد النظام رفضه الخوض في مفاوضات حول السلال الأربع وخاصة الدستور. المبعوث الأممي إلى سوريا سيفان دي مستورا بدوره قال إن محادثات فيينا تجري في مرحلة حرجة جدا على حد تعبيره. مباحثات فيينا تدخل مرحلة حرجة جدا قبيل بدء جلساتها بحسب المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا الذي حاول التخفيف من تعقيدات المشهد بالتأكيد على تفاؤله سواء في جنيف أو أستنا والآن في فيينا. التخوف على مصير محادثات فيينا لم يقتصر على دي مستورا، إذ اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريا أن اجتماع فيينا يمثل الأمل الأخير لمسار البحث عن حل سياسي في سوريا بقيادة الأمم المتحدة، مجددا رفض بلاده لأي محاولة لإيجاد حل في سوريا بعيدا عن المنظمة الأممية، في إشارة لمؤتمر سوتشي المزمع عقده نهاية الشهر الجاري. وفد الرياض 2 الذي ينتظر المشاركة في جلسات فيينا أكد تلقيه دعوة لحضور مؤتمر سوتشي في 29 و30 من الشهر الجاري، لكن أمر المشاركة لم يحسم بعد. فرئيس الوفد نصر الحريري أكد في مؤتمر صحفي له من فيينا تمسكه بمرجعية جنيف للحل السياسي في سوريا، مجددا مناشداته للمجتمع الدولي لوقف خروقات النظام وداعمه لاتفاقيات خفض التصعيد. الحريري اتهم نظام الأسد بالتهرب من مسار الحل السياسي والإصرار على الحسم العسكري، مؤكدا أن مباحثات فيينا ستكون اختبارا لجدية النظام والمجتمع الدولي للوصول لحل سياسي في سوريا. وبينما تحاول كافة الأطراف الدولية الفاعلة في الملف السوري إنقاذ المسار الأممي لإيجاد الحل السياسي، تواصل موسكو توجيه الدعوات لمؤتمر سوتشي. فالمبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف أكد توجيه الدعوات إلى الأردن ومصر والسعودية والعراق ولبنان وكازاخستان، إضافة لممثلين عن الأمم المتحدة ومراقبين من أمريكا والصين وبريطانيا وفرنسا. وأوضح لافرينتييف أن الدعوات وجهت باسم روسيا وإيران وتركيا على اعتبارهم دولا ضامنة لاتفاق أستانا. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من فيينا المحلل السياسي عمر كوش، وأيضا عبر الأقمار الصناعية من غازي عنتاب التركية الكاتب والصحفي أحمد مظهر سعدو. مرحبا بكما معي في تفاصيل ضيفي الكرام. أبدأ معك سيد عمر كوش، يعني التصريحات اليوم من فيينا من المبعوث الدولي من ستيفان دي مستورا، على الرغم من تفاؤله إلا أنه يقول أن بحثات فيينا تجري في وقت حرج ومرحلة حساسة جدا. تصريحات أيضا وزير الخارجية الفرنسي لا حل تبدو أنها نوعا ما متشائمة. دعنا في صورة الأوضاع اليوم فيما يحدث في فيينا من محادثات بعد أن التقى دي مستورا وفدي النظام والرياض 2 قبل أن نغوص في الحوار أكثر. نعم، بداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم والمشاهدين جميعا. اليوم الأول الحقيقة انتهى بعد عقد السيد ستيفان دي مستورا جلستين، الأولى دامت 4 ساعات مع وفد النظام وكانت الحقيقة يعني شائكة باعتبار أن البداية كانت بتوجيه نقد من طرف الجعفري للسيد ستيفان دي مستورا حول إحاطته في مجلس الأمن والتي حمل فيها النظام مسؤولية فشل الجولة 8 من مفاوضات جنيف السابقة. ثم طبعا ذكر السيد ستيفان دي مستورا، الجعفري ذكر دي مستورا بأن هناك اعتداء على الأراضي السورية من قبل الدولة التركية، وبالتالي طالبه بأن يعني يدين أو يخرج بتصريح يدين هذا العدوان حسب ما سماه. بينما السيد ستيفان دي مستورا طرح عليه أننا نحن هنا من أجل مناقشة السلة الدستورية وكيف تصوركم لإجراءات الإصلاح الدستوري، وهذا ما رفضه أيضا الوفد، لكن رفض الخوض فيه الجعفري. نعم، هذا ما رفضه لأن الجعفري بالحرف الواحد قال له أننا ذاهبون إلى مؤتمر سوتشي وسنناقش مسائل الدستور والانتخابات أيضا، وبالتالي عليكم أن تحضروا إلى سوتشي لكي نخرج بلجنة دستورية
ولجنة للانتخابات. إذا نحن جئنا مرور الكرام إلى فيينا، كل التعويل على سوتشي لا فائدة من فيينا وفق وفد النظام. نعم. ماذا عن لقاء وفد المعارضة وتصريحات نصر يعني الحريري؟ هذا ما طرفه وفد النظام. أما وفد الرياض 2، نعم وفد الرياض 2 الحقيقة اجتماعهم مع السيد سيفاد المستورة لم يدم إلا ساعة أو أقل، وفور طبعا عودتهم عقدوا اجتماعا مغلقا. يبدو أن السيد ستيفان ديمستورا لم يقدم شيء، لأن النظام لم يطرح شيء ورفض الخوض حتى في المسألة الدستورية التي أحالها إلى سوتشي. وبالتالي اليوم الحقيقة هذه الليلة لن يهدأ ستيفان ديمستورا، سيتصل مع الدول المعنية بالملف السوري وخاصة طبعا الروس، لأن الروس حسب تصريح لافروف سيمارسون جهودهم أو ضغوطهم كي ينخرط النظام حسب ما وعد طبعا بالمفاوضات. لكن يبدو أن التصريحات الروسية لا تنطبق مع واقع الأمر، مع ما سير ما يجري في فيينا. كل التركيز من قبل روسيا على إنجاح سوتشي ودعوة ومع الأمريكيين ومجموعة الدول الخمسة. صحيح؟ نعم، هذا يعني الحقيقة سيتوقف على اتصالات الليلة وعلى يوم الغد. يوم ربما غدنا. يعني لا نعلم بالضبط هل ستسير الأمور وفق نفس المنحة أم أن هناك في اللحظات الأخيرة طبعا ربما يحصل اختراق ما أو يعني معطيات جديدة. وهناك الحقيقة معطى أيضا الحقيقة يجب التوقف عنده، وهو الرسالة التي تتكون من 3 صفحات وجهتها الدول الخمس التي اجتمعت في باريس منذ يومين، الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وإنجلترا. من أجل كيماوي. وهذه الرسالة الحقيقة يعني فيها تفاصيل كثيرة وتتناول فقط تتناول فقط الآليات الإجرائية لتطبيق القرار 2254 وخاصة في مسألتي الدستور والانتخابات. يعني كيف ستكون الإصلاحات الدستورية، ما هي صلاحيات الرئيس، ما هي صلاحيات رئيس الوزراء، إلى آخره. الحقيقة مطولة، يعني نقاط عديدة جدا أنا قرأتها. طيب. بإمعان. طيب. الحقيقة وأيضا الانتخابات، هل الانتخابات في الداخل أم في الخارج. نعم. ويشترك فيها العديد من التفاصيل، يعني في كل نقطة في كل بند هناك عدة تفاصيل وتساؤلات. بالتالي أنا في اعتقادي مجهولة. صحيح، وينتظرون رد المعارضة غدا كي ربما يقدموها للروس، فستجري المساومة في اللحظة الأخيرة. إذا وافق الروس على بعض ما ورد في رد المعارضة أو تصور الدول الخمس ربما تتغير المعطيات. طيب. وهذا ربما هو الأرجح. سيد عمر كوش المحلل، سيد أحمد مظهر سعده الكاتب الصحفي من غازي عنتاب، ما رأيكم ما يحدث اليوم في فيينا؟ يعني السيناريو ربما يكون واضحا لي البعض إن لم نقل الكثيرين بأن اليوم روسيا لا يهمها ما يحدث في فيينا، وكل الزخم اليوم يتجه إلى سوتشي لإنجاحه، وربما حرف المسار بعيدا عن ما تريده الدول الكبرى، وتكون هي اللاعب الوحيد فيه حتى وإن كان بغطاء ومشاركة من الأمم المتحدة. برأيك هل إن فشل مؤتمر فيينا أو لم يكن هناك أي اتفاق على أي شيء فيه، ورفض، هل يمكن أن يرفض وفد الرياض 2 المشاركة في سوتشي؟ حتى الآن لم يعلن موقفه، كيف تنظر إلى الأمور؟ مساء الخير لكما وللمشاهدين جميعا. مساء النور. يعني واضح تماما أن فيينا هذا المؤتمر الذي يبدو أنه فاشل من بدايته، لأن النظام إذا كان البعض يراهن على أنه اختبار للنظام هذا المؤتمر، فالنظام هو ساقط في جميع المؤتمرات التي سبقت هذا المؤتمر، وهو بالضرورة ساقط أيضا وسيسقط في هذا المؤتمر إن لم يكن هناك تغيرات دولية إقليمية تجبره على أن يرضخ لمشيئة الشعب السوري وللمفاوضين المعارضين مع في مواجهته. حقيقة حتى الآن ليس هناك أي بوادر أمل لنجاح من هذا القبيل. ثم إن الأمم المتحدة أصرت على هذا المؤتمر ليكون
مدخلا إن كان هناك سوتشي للتأكيد على أن الملاذ هو المؤتمرات الأممية، الرعاية تكون من الأمم المتحدة وليس فقط من دولة معينة هي روسيا. فلذلك كان لابد من هذا المؤتمر السريع للتأكيد على ذلك. عموما الدول الخمس سواء كان الاجتماع أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية وما طرحه تيلرسون يؤكد على أن ليس هناك أريحية أو راحة لما تفعله روسيا حاليا والإدارة الاتحاد الروسي في المنطقة وسوريا، وأن هناك مواقف أمريكية وأوروبية جديدة قد تغير في المسار في قادم الأيام. ويبدو أن موضوع سوتشي الذي تصر عليه روسيا في شكله الحالي والذي لا يتعدى يوما واحدا لألف وستمائة مشارك هو بالتأكيد لا يمكن أن يعطي إلا ما تريده روسيا هي للتأكيد على أنها هي صاحبة الدور وهي التي تسير باتجاه حل ما وفق أجندتها هي وما تفكر به مع إيران والنظام السوري. لذلك أعتقد أنه أيضا حتى الآن الموقف المعارضة أو موقف إتهاد لا تحسد عليه، هناك ضغوط كثيرة عليها باتجاه سوتشي وهناك موقف مزاج شعبي ضاغط تماما على كل من يحاول من المعارضة أن يذهب إلى سوتشي لكي لا يذهب ورافض. نعم ضاغط مزاج شعبي رافض تماما أن كل من يذهب تصل إلى مرحلة التخوين، وبالتالي هناك إشكالية فيما لو كان هناك ضغوط واضطر هذا الوفد إلى الذهاب لسوتشي سيكون ملاذه ليس إيجابيا بالتأكيد. وقد رأينا ما رأينا من خلال زيارة عادية قام بها بعض الوفد إلى روسيا بالأيام الماضية. حقيقة هذا الضغط يعني مطلوب أن هناك نجاح أستاذ أحمد، يعني خاصة وأن الوفد اليوم يحمل مسؤولية كبيرة على ما ستؤول إليه الأمور على في مجال في ملف الحل السياسي في سوريا، صحيح؟ نعم، وقد سمع هذا الوفد كلاما هاما من كل الفعاليات السياسية والوطنية في الداخل السوري خاصة وأيضا في الخارج، وقد نعرف الملتقى الوطني الثوري الذي عقد في 32 نقطة من العالم ومنها باريس، سمعوا كلاما مهما بأن من يذهب إلى سوتشي لن يكون ممثلا للشعب السوري. طيب. لأن سوتشي بهذا الشكل الذي تريد أن تخرجه روسيا لن يكون إلا لصالح النظام والنظام فقط. نعم. ولا يمكن أن ينتج حلا حقيقيا يحاكي التجربة أو الثورة السورية، ثورة الحرية والكرامة على الإطلاق. أستاذ عمر كوش، بدقائقنا الأخيرة أو دقيقتنا الأخيرة، أنا أعرف أنك في فيينا وعلى تواصل مباشر مع وفد المعارضة، ما قلناه قبل قليل من الضغوط والرفض للمشاركة في سوتشي، هل يصل كاملا إلى الوفد؟ هل يعيه؟ وهل فعلا الضغوط كبيرة اليوم على الوفد؟ ما الذي سينتج عن هذا الضغط في قادم الأيام برأيك؟ بدقيقة لو سمحت، فيما يخص فيينا وسوتشي أيضا. يعني مع الأسف الحقيقة وفد الرياض 2 يعني لا يعتبر ما تقوم به الفعاليات الثورية والشعبية ضغطا عليه، بل بالعكس هو ينظر إلى الضغوط الدولية، يعني بمعنى الزيارات التي قام بها هذا الوفد إلى طبعا إلى واشنطن وباريس والرياض والقاهرة وأخيرا إلى الأنقرة. هذه الضغوط هي التي تهمه بالدرجة الأولى، لذلك غدا باعتقادي سيحسب الأمر. وفي مطلق الأحوال هنالك قسم هام جدا، منصتين ستذهبان إلى سوتشي بغض النظر عن القرار الذي سيأخذه وفد الرياض، لأن الموسكو أعلنها منذ قليل يوسف سلمان أحد ممثلي هذه المنصة بأنهم سيذهبون إلى سوتشي. وهناك قسم من المستقلين وحتى من الفصائل سيذهبون إلى سوتشي، وبالتالي الحقيقة نشهد يعني الذهاب إلى سوتشي إما فرادى أو خلال مجموعات. نعم. لكن في مطلق الأحوال طبعا الشعب السوري لن يغفر لهم هذه الوقفة أو هذا الموقف. شكرا جزيلا عمر كوش المحلل السياسي من فيينا، وكل الشكر أيضا للسيد أحمد مظهر سعد الكاتب الصحفي من غازي عنتاب. شكرا لكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا على طيب المتابعة، ألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة، إلى اللقاء.